بسم الله الرحمن الرحيم. اللواء الركن محمد رسام المنتصر قائد المنطقة العسكرية السابعة. العميد الركن خالد منصر مدير دائرة المشتروات. العميد عبد الغني الشرعبي مساعد الدائرة المالية. الإخوة مساعدي قائد المنطقة. الإخوة قادة الوحدات بالمنطقة. الإخوة رؤساء الشعب الدائرة المالية وكذلك رؤساء الشعب بالمنطقة العسكرية السابعة. الإخوة القادة الحاضرون جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رعى الله الأحبة حيث حلوا، لهم في القلب مرتحل وحلوا، خيول الشوق مسرجة إليهم، تبارت حيثما ساروا وهلوا. أهلاً وسهلاً بكم في المؤتمر السنوي الثاني للعام المالي. نرحب كذلك برئيس عمليات المنطقة العسكرية السابعة وكذلك قائد محور ذمار. وأهلاً وسهلاً بكم جميعاً في المؤتمر السنوي الثاني للعام المالي 2023 والتي تقيمه الشعبة المالية بالمنطقة العسكرية السابعة. وأول فقراتنا في هذه الفعالية آيات من الذكر الحكيم ومع النقيب سمير العلي مالية شعبة الاتصالات، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم
توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. يا قادة الجيش الوطني، تحية لكم وأنتم تصنعون المجد يا أوفى الرجال. مزيداً من الصبر والمثابرة، مزيداً من الإدارة الناجحة الصحيحة التي هي أساس بناء جيشنا ومؤسستنا، مزيداً من التروس لعصابات الخرافة والخراب الواهمين بالولاية، عملاء إيران وأذيال الكهنة الحالمين بحكم اليمن بالاستغلال والقهر والتسيد والضلال المثقلين بالأحقاد. نبقى الآن مع كلمة ترحيبية ومع العقيد أحمد سالم جابر رئيس الشعبة المالية بالمنطقة السابعة، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بالجميع في هذا الحفل الختامي للمؤتمر السنوي الثاني للشعبة المالية بالمنطقة العسكرية السابعة. حياكم الله جميعا. وعلى رأس الحفل سيادة اللواء الركن قائد المنطقة العسكرية السابعة محمد رسام، ومساعد مدير الدائرة المالية العميد عبد الغني الشرعبي، ومدير دائرة المشتروات العميد خالد منصر، ومساعد قائد المنطقة ومساعدي قائد المنطقة وقادة الوحدات والألوية والكتائب ورؤساء الشعب في الدائرة المالية ورؤساء الشعب في المنطقة العسكرية السابعة وجميع الموظفين في الشعب المالية وجميع الأركانات، حياكم الله جميعا. بادئ ذي البدء، نحب أن نستعرض وقفات حول المؤتمر السنوي الثاني الذي أقامته الشعبة المالية. مر المؤتمر السنوي الثاني بأربع مراحل. المرحلة الأولى كانت لقاء موسع مع الشعبة المالية بجميع موظفيها، وتم نقاش جميع الإشكاليات والعوائق التي واجهت الشعبة خلال العام 22. ثم انتقلنا للجلوس مع أركانات المالية، أركانات الوحدات، وهم ممثلي الشعبة المالية بالوحدات، وناقشنا معهم نقاشاً طويلاً عن جميع التحديات والصعوبات. ثم انتقلنا في لقاء أكثر من رائع ولقاء أكثر من جميل مع الدائرة المالية بجميع قيادتها وعلى رأسهم مساعد مدير الدائرة، وبرعاية وتوصية ومتابعة من مدير الدائرة اللواء الركن علي حسن القباطي. وتم مناقشة جميع العوائق والمشكلات التي تواجه المنطقة في العمل المالي، وخلصنا إلى بيان ختامي بإذن الله سيقرأ في هذا اليوم المبارك إن شاء الله، وسيعلم به الجميع وتعلم بنوده. أهم التحديات التي واجهت الشعبة المالية، نستغل وجود القائد ووجود قادة الوحدات نطلعهم على بعض التحديات وهم أكثر ملامسة لواقعنا. أولاً، تواجه الشعبة المالية في المنطقة العسكرية السابعة حالتها كحالة بقية الجيش في هذه ظل الحرب، شحة الموارد وكثرة الاحتياج. الاحتياج في الواقع أكبر من الموارد التي تستلمها المنطقة والمخصصات. جميع المخصصات التي تأتي من المستوى الأعلى لا تغطي ولا نسبة 50% من حاجة الواقع الماسة وحاجة المعركة، والكل على علم بذلك. كذلك لا يوجد ميزانية تشغيلية. واجهتنا مشكلة عويصة جداً، أنه لا يوجد ميزانية تشغيلية لا للوحدات ولا لقيادة المنطقة،
ومما يجعل قائد المنطقة والشعب المالية دائما في محك الإحراج ومحك الضغط أمام جميع المحتاجين وجميع الأعمال التي يجب أن تنفذ، وجميع الأعمال لا تنفذ إلا بالمال. كذلك واجهتنا مشكلة الصرفة اليومية أو القات، وهي مشكلة عويصة جدا، وللأسف إلى يومنا هذا لم يوجد لها حل جذري. تصرف مبالغ بسيطة لكن لا تغطي احتياج الجبهة ولا تغطي احتياج المقاتلين، وهذه تسبب ضغط. كذلك واجهتنا ثقافة المال العام، للأسف كثير من الذي يعني سابقا أو تعسكر سابقا أو توظف سابقا أو كثير من اليمنيين بشكل عام، ثقافة المال العام ثقافة مباح. كيف يحصل على المال العام؟ كيف أخرج المال العام؟ كيف أخرج من القائد بأمر؟ كيف أخرج من الشعبة المالية بزلط، من الدائرة المالية بفلوس؟ هذه الثقافة الذي لم توجه نحو العمل كذلك أتعبتنا كثيرا. كذلك يا إخوة الوضع الإداري العام، فعدم وجود موارد ثابتة، عدم وجود ميزانية ثابتة، عدم وجود أنظمة متوحدة، هذه كلها تحديات واجهتنا. عملنا في الشعبة المالية أيها القيادة والإخوة الكرام على ثلاث محاور أساسية. اشتغلنا على النظام الإداري، ومن أول يوم اشتغلنا على نظام إداري ومالي، وتم تفعيل جميع الإدارات، جميع إدارات داخل الشعبة المالية. ثم انتقلنا إلى توطيد العلاقة بالمستوى الأعلى. الشعبة المالية بحاجة ماسة إلى تعاون الدائرة المالية، فانطلقنا نحو الدائرة المالية كوننا نعتبر أنفسنا في الشعبة المالية موظفين في الدائرة المالية، ونعتبر أنفسنا نحن الوجه المشرك بإذن الله للدائرة المالية، وكان تفاعل كبير من الدائرة المالية. ثم انطلقنا لتفعيل العلاقات مع الشعب المختصة ذات العلاقة بالجانب المالي، كالشعب اللوجستية وغيرها وشعبة البشرية. وبحمد الله وفضله اليوم نجني ثمار هذه الأعمال. آخر ما أختم به أسرار النجاح، الأخوة الكرام صوت، أسرار النجاح الذي يعني نحتسب أن الله سبحانه وتعالى قد وفقنا إليه، هي ثلاثة أسرار. السر الأول هو الدعم المعنوي والمادي من القيادة العليا وعلى رأسها أعلى مستوى، فكان دعم معنوي كبير من سيادة معالي الوزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، وكان هناك دافع كبير جدا ومعنوي كبير جدا ومتابعة دقيقة وحل الإشكاليات وإعانة من معالي رئيس هيئة الأركان الفريق الركن الدكتور صغير بن عزيز. وكذلك شعرنا بمتابعة كبيرة جدا بل وإعانة وحل أبسط القضايا، وكان لنا كالأب الناصح الأمين هو سيادة اللواء الركن قائد المنطقة العسكرية السابعة محمد رسام. وكذلك طاقم قيادة المنطقة العسكرية السابعة العميد الركن مرضي درمان والعميد الركن منصور الزافني عمليات المنطقة وأركان المنطقة ومساعدي القائد ومستشاريه وقادة الوحدات. حقيقة هذا الدعم هو السبب اليوم أن نحن واقفين أمامكم يعني نستعرض إنجازاتنا في العام 22. أما السر الثاني وهو سر الفريق المتميز حقيقة، وهو مدراء إدارات الشعبة المالية وأركانات الوحدات، وأطلب تحية حارة لهم. بالفعل لم أجد خلال حياتي الإدارية فريق أمين وصادق ومخلص كالفريق الذي بيشتغل في الشعبة المالية. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يديم جهدهم وتعاونهم وانسجامهم. أما السر الأخير وهو الانسجام الذي تورد ووجد بين الشعب، فكان معاونة الشعبة الفنية وشعبة الإمداد وشعبة البشرية ذات الاختصاص بالجانب المالي، هذا التعاون والانسجام هو الذي أوجد النجاح الذي ترونه اليوم. ولهذا ألف تحية لشعب المنطقة، وألف تحية لقادة الوحدات، وألف تحية لرؤساء الشعب ولجميع القيادة، وحياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها القادة الميامين، كان العام 2022 ميلادية بالنسبة للشعبة المالية
عام تحدٍ في جميع الجوانب الميدانية والإدارية واللوجستية. ومع كل التحديات والصعوبات، إلا أن الشعبة المالية وضعت خطةً طموحة ورسمت رؤيةً مشرقة، وبكل إصرارٍ وحزم تقطف اليوم ثمرة هذا العمل المستمر والجهد الدؤوب. نبقى الآن مع عرضٍ لموجهات القيادة، ومع كلمةٍ لمعالي وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، تليها كلمة لرئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن دكتور صغير حمود بن عزيز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأخوة الأركانيات المالية في المنطقة العسكرية السابعة، الشعب المالية في المنطقة، تابعنا انعقاد اجتماع تقييمي لكم للعام المنصرم في الشؤون المالية، وإيجابيات والسلبيات التي رافقت العام المنصرم، وكذلك تدشينكم للعام 2023 بتنسيق مهامكم المالية وضبطكم للأمور أمور الإزدواج في أسماء الأفراد، وأيضاً أكيد وقفتم على سلم المعاشات وراجعتم أي أخطاء أو أي إخفاقات في هذا المجال. ونعد بذلك قد استوعبنا متطلبات العام التدريبي 2023. نحن نعتبر هذا العام هو عام مراجعة لكل وثائق القوات المسلحة وكل البيانات، سواء في المنطقة السابعة أو في كل المناطق. لكن الشيء الإيجابي واللي نحن فخورين فيه وفخورين فيكم أيضا، أنكم كنتم سباقين، وعندما يعني فرق بين من ينفذ الأوامر فقط وبين من يبتكر ويأخذ زمام المبادرة ويكون سباق في تنفيذ مثل هذه المهام. أشكركم جزيل الشكر، ونشكر قيادتكم، ونشكر من وجهكم إلى مثل هذا العمل، كما نشد على أيديكم إلى ضبط كل البيانات، بإعتبار أن وضع القوات المسلحة وضع البلاد كلها لا يمكن أن يصلح إلا بضبط الأمور المالية وضبط الأمور يعني الإدارية، واستعادة كفاءة وجاهزية القوات المسلحة وجاهزية كفاءة كل مرافق الدولة، حيث أننا إن شاء الله نتطلع في العام 23 إلى أن يكون عام النصر، عام انتهاء مشاكل اليمن كلها، انهزام الميليشيات الحوثية واستعادة الشرعية لهذه البلاد. أتمنى لكم مرة أخرى، لكم ولقيادتكم ولكل أفراد المنطقة العسكرية السابعة عبركم، التوفيق والنجاح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. بداية أشكر الشعب المالية في المنطقة العسكرية السابعة، وعلى رأس الشعبة العقيد أحمد سالم، وكل العاملين في شعبة المنطقة العسكرية السابعة. الأداء جيد والترتيب ممتاز، صحيح ربما لم نصل إلى المستوى الذي نريده، لكن يعتبر عمل الشعبة يعني عمل مميز. نحن نطمح إلى أن نصل إلى المستوى الذي يعني نريده، وأيضا يتطلب ذلك من خلال الدائرة المالية ووزارة المالية وفقا للأنظمة واللوائح. طبعا ليس هناك مخالفات، لكن في قصور في بعض الأعمال، والحقيقة الشعبة وصلت إلى يعني مستوى أفضل بكثير. الذي نريده من أركانات المالية في شعبة المنطقة أو في كل شعب المناطق وفي كل الجيش، أن تكون يعني الأعمال تدار بإدارة يعني حكيمة ورشيدة وأيضا سلاسة في إنجاز المعاملات. أيضا لابد أن يكون هناك يعني ترتيب في موضوع صرف المبالغ المالية، بحيث أنه كل مبلغ صرف مخصص لجهة محددة أو لعمل جهة يعني محدد. مثلا ما يصرف للتحصينات، وهي أكثر مشكلة الآن نعاني منها، يعني يجب أن يصرف في التحصينات ويخصص للتحصينات، ولا يصرف أي مبلغ خارج هذا البند. كذلك بقية المصروفات يجب أن تكون كل مبلغ مخصص لعمل معين يجب أن يصرف في هذا الاتجاه، ولا يصرف إلى جهة أخرى.
بالنسبة ل يعني الترشيد في استخدام المال العام أو يعني يجب أن 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 يغرس في يعني هذا المفهوم في كل أذهان العاملين في المال العام، بأن المال العام هو يعني محرم ومجرم يعني استخدامه في غير ما هو مخصص له، أو يعني الغلط في استخدام المال العام في 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 طرق غير 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 ما خصص له. هذه تريد مننا جميعا يعني إحياء هذه الثقافة، وأن نخصص لها برامج توعوية لكل العاملين في هذا المجال، لأن هذا المال هو مال عام يعني يجب علينا أن نحافظ عليه بكل ما أوتينا من قوة، وأن نحيي هذه الثقافة، ثقافة أن المال العام يعني لا يجب أن يستخدم إلا فيما خصص له. من الأهم بمكان أن يكون العمل مؤسسي في كل شعب ويعني إدارات العمل في يعني المناطق، وعلى وجه الخصوص يعني المال العام يجب أن يكون العمل في هذا الإطار وفقا للمعايير، وفقا للتعليمات، وفقا للأنظمة التي تأتي من وزارة المالية إلى الدائرة المالية في الجيش. وعلى هذا الأساس يجب أن يكون العمل مؤسسي مبني على قوانين وأنظمة ولوائح يجب ألا يتجاوزها أي شخص. بالأخير أنا أشكر كل العاملين في المنطقة العسكرية السابعة في يعني الشعبة المالية وفي يعني المنطقة بشكل عام. يعني الحقيقة المنطقة يعني لها دور كبير وفعال في معركة الدفاع عن الجمهورية اليمنية وعن الثورة، يعني يستحق مننا كل الشكر والتقدير. وأيضا الحقيقة هو يعني قيادة المنطقة وعلى رأس الجميع قائد المنطقة اللواء الركن محمد رسام يعطي اهتمام كبير في هذا الجانب من حيث ترتيب العمل والإدارة، فالإدارة يجب أن تتواكب مع العمل العملياتي حتى يتكامل البعض ويصبح ذا فاعلية وتنجز المهام على وجه أفضل وأكمل. وشكرا. سلام على من يحملون صفات البطولة ومعاني الرجولة، أساتذة في الصبر وقدوات في الأخلاق ومعلمون في الشجاعة. سيظل ذكركم عند الله وفي قلوبنا باق، وستذكركم الأجيال القادمة ولن تنسى مواقفكم البطولية الصادقة والمخلصة. ومن لم تكن أوطانه مفخرا له فليس له في موطن المجد مفخر، ومن لم يبن في قومه ناصحا لهم فما هو إلا خائن يتستر، ومن كان في أوطانه حاميا لها فذكراه مسك في الأنام وعنبر، ومن لم يكن من دون أوطانه حما فذاك جبان بل أخس وأحقر. نبقى الآن مع قصيدة شعرية ومع الشاعر مجيب الرحمن غنيم، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أبدأ قصيدي وأحمد الله في بداية مطلعه، واذكر نبي الله صلوا على النبي يا حاضرين، بندعي الله وانت أمن للدعاء يا سامعه، الله في العام الجديد يصلح لنا دنيا ودين، عام أتى نستقبله وعام مضى بنودعه، فلنستفد من ما مضى للي أتى يا مسلمين، عام أتى نستقبله وعام مضى بنودعه، فلنستفد من ما مضى للي أتى يا مسلمين. وخاصة أنتو يا رجال المالية في السابعة والسابعة كانت وما زالت هي الحصن الحصين،
فيها الدروع الواثقة، فيها السيوف القاطعة، فيها الرجال الصادقة والصابرة الشدولين. فيها الدروع الواثقة، فيها السيوف القاطعة، فيها الرجال الصادقة والصابرة الشدولين. رغم أن جبهتها مساحتها عريضة واسعة، لكنها خلت عداها يوقفوا مستسلمين. قاداتها قادات في فن القيادة بارعة، وأفرادها وجنودها تطحن عدو الله طحين. قاداتها قادات في فن القيادة بارعة، وأفرادها وجنودها تطحن عدو الله طحين. هي حامية، هي حارسة، هي مقاتلة ومدافعة عن العقيدة والوطن من فتنة أولاد الذين. واليوم هذه ماليتها بينكم متجمعة، يدارس العام الجديد ويخططوا له من بحين. المال هو عصب الحياة، هذا حقيقة واقعة. يا يدي الحب العميق، يا يدي الحقد الدفين. لحسنت الاستخدام. المال هو عصب الحياة، هذا حقيقة واقعة. يا يدي الحب العميق، يا يدي الحقد الدفين. لحسنت الاستخدام يعطيك الحلول الناجعة، ولا سعت الاستخدام هو با يدخلك في سين شين. من قبل ما تصدر قرار الصرف يا أخي راجعه، وتشوف الميزانية لأجل الأمور حقك تزين. من قبل ما تصدر قرار الصرف يا أخي راجعه، وتشوف الميزانية لأجل الأمور حقك تزين. سوي أوامر صرف، لكن لا معك ذي تدفعه، وإن أنت حانب لا تزد تحنب معك الباقيين. يسرى سوي أوامر صرف، لكن لا معك ذي تدفعه، وإن أنت حانب لا تزد تحنب معك الباقيين. يصرف بصورة عاجلة وما حسب شي كم معه، يقول والواحد يصب الماء على قدر الطحين. يقول والواحد يصب الماء على قدر الطحين. أما أنت يلي الأمر لك، عندي خبر وأنت تسمعه، لا تأخروا في الصرف، لا تضبح ولا تبقى حزين. القايد اللي يوقع أمر الصرف حقك، وقعه حباً وتقديراً لما سويت من جهد ثمين. هو استحى منك. القايد اللي يوقع أمر الصرف حقك، وقعه حباً وتقديراً لما سويت من جهد ثمين. هو استحى منك لمالك من مكانه رافعه، قصته لما الدنيا تزين، ويعيننا الله المعين. هو عارف ان ماشي فلوس، لكن حياءه يمنعه. انت بطل، ما يمكن ابطاله يعودوا خايبين. ما بيتقول هو عارف ان ماشي فلوس، لكن حياءه يمنعه. انت بطل، ما يمكن ابطاله يعودوا خايبين. ما بيتقول شي فك امر الصرف حقك، اودعه بايصرفوه بايصرفوه، وهم بصرفه ملزمين. لكن معهم اولويه ثانيه متنوعه، حاجة على حاجة بتفرق، وانت وانا عارفين. اضرب مثل، لو به عريس القايد اشتا ينفعه، وعندنا عربه تبا منا قطع ومهندسين، نقدم العرس ونصلح للرجال مذرعة. ما عجباشي نشرح اكثر، لان قد انتو فاهمين. المشكلة به ناس ما تقدر شي انك تقنعه، تجلس ثلاث ساعات تشرح له وتحلف له يمين، يفك لك فيه شبر، تتمنى تقوم ترقعه. انتو سرق، انتو طرق، انتو شويه من يمين. المشكله به ناس ما تقدرش انك تقنعه، تجلس ثلاث ساعات تشرح له وتحلف له يمين، يفك لك فيه شبر، تتمنى تقوم ترقعه. أنتو سرق، أنتو طرق، أنتو شوية مجرمين. يقرأ الفلق والنازع والزلزلة والقارعة، ويسب لك في المالية أعظم من إبليس اللعين. قلوا لهذا الشخص مالك وانت يا أخي في السعة، اهدأ وصلي على النبي والطيبين الطاهرين. هل أنت عارف كم أوامر عندهم متجمعة؟ هل أنت داري كم عليها من ديون ذي تستدين؟ حجم الأوامر والديون تدي عليك الفاجعة، ويسببين الضغط وتشيب بذي عادي جنين. بعض الأوامر قد لها الأنباء توفر رابعة، وحجم الديون متراكمة في مدة السبع سنين. قايد ورا قايد، ولا زالت كما هي قابعة، الأولة فوق الأخيرة، يا حنين قلبه حنين. القايد السابق بيرجمها على اللي يتبعه، لا ما الديون قد شيبت بالسابقين واللاحقين.
من أجل ذلك حاولت تعمل حلولاً نافعة من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين، هذا يقول لك نزله وهذا يقول لك طلعه، وتحاول التوفيق بين الطالعين والنازلين. لهذا الأسباب قل اللي يسوي زوبعه اهدأ وحقك بايجي لك بإذن رب العالمين. ونقول لأهل المالية من يخدع الله يخدعه، ونقول لأهل المالية من يخدع الله يخدعه. نشتي تكونوا في عملكم دائما متنظمين، عمل منظم له قيادة واحدة بتتابعه، ما حد يتعدى اختصاصه لاختصاص الثانيين، وكل حد يسعى لتحقيق الهدف من موقعه، يبعد عن العشوائية ويكون رجل مخلص أمين، لأن العمل غير النظامي يدخلك في معمعه وينهد الدنيا ويعجنها على الواحد عجين. ما دام عاد الحرب قائم والمعارك والعة، لا بد ما نبقى الجميع متعاونين متكاتفين. إيران لا زالت عليها لعنة الله طامعة وذنابها متربص في كل وقت وكل حين، عاد الأمور مدورة ومثلثة ومربعة، لكن قد أعطينا قسم بالله رب العالمين ما ننحني أو ننثني، وجباهنا مش خاضعة ولا النكل ولا النمل ولا النذل ونستكين. مهما تكون التضحية بانقلعه بانقلعه، أعيش رافع هامتي وأموت مرفوع الجبين. مهما تكون التضحية بانقلعه بانقلعه، أعيش رافع هامتي وأموت مرفوع الجبين. اتوحدوا دون الخلاف دون الخلاف والانقسام والقوعة، إذا توحد صفنا بان انتصر وانا ضمين. ختم القصيدة والكلام نختم ما في مطلعه، أزكى الصلاة تغشى نبي الله إمام المرسلين. السلام عليكم. شكرا للشاعر الكبير مجيب الرحمن غنيم على هذه القصيدة الرائعة. شعب اليمني نساء ورجالا كبارا وصغارا، إليكم يا من تعملون ليلا ونهارا من أجل الوطن، كل الحب والاحترام لكم، هذه تحية قلبية من كل اليمنيين. نبقى الآن مع كلمة القائد اللواء الركن محمد رسام المنتصر قائد المنطقة العسكرية السابعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وآله وصحبه. الأخ رئيس عمليات المنطقة، الأخ مدير دائرة المشتروات، الأخ قائد محور ذمار، الأخ مساعد الدائرة المالية، الأخوة المساعدين، الأخوة قادة الوحدات والوحدات الفرعية، الأخوة رؤساء الشعب، الأخوة أركانات مالية الوحدات، الحاضرون جميعاً، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نودع عاماً مضى وقد مضت من قبله 8 أعوام كانت هي الأشد قسوة منذ الانقلاب الحوثي على اليمن واليمنيين. كان للمنطقة العسكرية دورا بارزا إلى جنب مع المناطق الأخرى، خاضت فيها أشرس المعارك، كتبت فيها أكثر من 8,000 شهيد وعدد 23,000 جريح ومعاق، وأكثر من 300 أسير ومعتقل و400 مختطف ومفقود. دمرت فيها ما يقارب 600 آلية وعربات وأدكم. نحن نعيش اليوم وضعا راهنا غير مرض في جميع الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك المناطق ليس لها موازنة ثابتة تستطيع من خلالها تحقيق مهامها وتواجه بها نفقات جرحى ومعاقين ونفقات تدريب وتأهيل وتجنيد. وهذا الوضع يحتم علينا جميعا تحسين وتصحيح وتطوير العمل الإداري والمالي حتى نكون قادرين على تصحيح الاختلالات الإدارية والمالية
التي لا زالت تشوب عملنا وتكون عائقا امامنا. ومن خلال هذا المؤتمر اعطانا الامل الكبير بان هنالك كادر بشري متميز قادر على التطوير والتحسين وتجاوز الاخطاء الماليه والاداريه، وانتم رجال هذه المرحله الصعبه والحاسمه التي لا بد ان نكون جميعا نعمل يدا واحده حتى نستطيع ان نتجاوز هذه الازمه التي تعصف باليمن واليمنيين. هذا المؤتمر الذي استمر اسبوع دارت فيه مناقشات بين الشعبة المالية والدائرة المالية ومالية الوحدات بادرة طيبة. نستغل هذا العمل حتى نخرج بحلول ملموسة على الواقع وتصحيح الأخطاء التي عانينا منها في الأعوام السابقة. ومن خلال هذا المؤتمر نطالب القيادة السياسية ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي والقيادة العسكرية ممثلة بمعالي وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة باعتماد موازنة تشغيلية ثابتة للمناطق حتى تستطيع مواجهة نفقات الأسرى والشهداء والجرحى والمعاجين، وكذلك نفقات للدورات التدريبية والتأهيلية والعمليات القتالية حتى تحقق الهدف المرسوم وهو إنهاء الانقلاب وعودة الحكومة الشرعية. وكذلك نطالب بوضع موازنة لعلاج الجرحى بالخارج لأن وضعهم وضع سيء. وفي الأخير نتقدم بالشكر لمعالي وزير الدفاع في كلمته التي شارك فيها، نبادلها الشكر والتقدير والاحترام، كما نتقدم بالشكر والتقدير للأخ رئيس هيئة الأركان العامة لمشاركته الفعالة في كل احتفالنا ومؤتمراتنا. الشكر موصول لمساعد مدير الدائرة وجميع الشعب وكذلك أركانات مالية الوحدات. الشكر موصول لكل من أعد وشارك ونفذ في هذا المؤتمر والحاضرين جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للواء الركن محمد رسام المنتصر. أيها الأحرار الميامين، لن نستطيع أن نوفي بهذه الكلمات شأنكم الرفيع ومقامكم العالي، فمهما كتبنا من الكلام أروعه ومن الوصف أجمله فستظل قليلة في حقكم، فقصة مجدكم زرعت في أعماق قلوبنا ولن ننساها أبدا وستظل زادا لأرواحنا، ونستقي منها التصميم والإرادة ونتعلم منها معنى أن نكون أرقاما صعبة وعصية على التجاوز أمام فلول الإنقلاب وعصاباته الكهنوتية. أيها الحاضرون جميعا، نبقى الآن مع ريبورتاج أعدته الشعبة المالية، فنبقى الآن مع فقرة الريبورتاج. كان العام الماضي 2022 بالنسبة للشعبة المالية التابعة للمنطقة العسكرية السابعة عام تحد في جميع الجوانب الميدانية والإدارية واللوجستية. ومع كل التحديات والصعوبات، إلا أننا في الشعبة المالية وضعنا خطة طموحة ورسمنا رؤية مشرقة بكل جهد وإصرار وحزم، وها نحن اليوم بفضل الله نجني ثمار هذا العمل المستمر والدؤوب. وضع الخطة واللائحة والهيكل. عملنا منذ اليوم الأول على العمل بأسس إدارية وقواعد مؤسسية، فبدأنا بوضع خطة متكاملة للعمل، رسمنا المسارات وحددنا الأهداف والوسائل، ووضعنا موازنة عامة للمنطقة العسكرية السابعة قيادة ووحدات، كما عملنا على بناء لائحة وهيكل تنظيمي لسير العمل.
تفعيل الفريق وتوظيف جميع القدرات انطلاقاً من مبدأ العمل الجماعي، عملنا بشكل دؤوب على تفعيل جميع القدرات وتوظيفها لخدمة الغاية المنشودة لحفظ حقوق ومقدرات المنطقة وتسهيل وصولها لمستحقيها وضبط إخلائها للمستويات العليا. وعليه تحملت كل إدارة المسؤولية الكاملة ومنحت الصلاحيات التامة للقيام بالمهام المناطة بها. الدوام والإنجاز. منذ أول يوم بدأنا العمل فيه خلال العام 2022، فتحت الشعبة أبوابها بدوام ثابت يومي يبدأ من الساعة 9 صباحا وينتهي في 1 ظهرا، يتم خلاله استقبال المعاملات والمراجعين وأركان المالية للوحدات وتسهيل الإجراءات وتنفيذ التوجيهات، وذلك خلال الفترة الصباحية بمتوسط 4 ساعات يومياً وبإجمالي 1248 ساعة عمل. كما جرى تحديد دوام إضافي خلال الفترة المسائية من 4 عصراً وحتى 9 مساءً بغية إنجاز الأعمال والتقارير والإخلاءات وبقية المهام. وبفضل الله كان لذلك أثر كبير في تحقيق الإنجاز بأعلى قدر ممكن بمتوسط 5 ساعات يومياً وبإجمالي 1560 ساعة سنوياً لكل مسؤول وموظف. حرصنا في الشعبة المالية بالمنطقة العسكرية السابعة بكل اهتمام وشعور بالمسؤولية تجاه القيادة بالتواصل الدائم والالتزام بالتعليمات والتوجيهات من خلال توحيد الرؤية مع توجهها. وبفضل الله ثم بفضل القيادة أصبح لنجاحنا أثراً عميقاً وكبيراً خلال العام 2022. ونخص من قادتنا بالذكر وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن صغير بن عزيز وقائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء ركن محمد رسام وأركان حرب المنطقة عميد ركن مرضي مبخوت درمان ومدير الدائرة المالية اللواء ركن علي حسن القباطي ومساعد مدير الدائرة المالية العميد عبد الغني سعيد الشرعبي. كان عاماً حافلاً بالإنجاز والانضباط والبناء المؤسسي وفقاً للأنظمة واللوائح. وخلال هذا العام الجاري سنمضي قدماً في تحقيق بقية الأهداف وفق الخطط المرسومة جنباً إلى جنب مع قيادتنا في المنطقة العسكرية السابعة رفقة جميع المنتسبين لأجهزتها المختلفة كي تتكامل الجهود وتتحقق الأهداف. أنا أفكر والله قد المشاريع قد الناس الرجلة أنا أشتي
انا اعرفك احنا جينا انا وانت سوازم طبيعي انت وانت ذا الحين امورك سابري او كلك الدندلك وانا جالس هذا كني ما بدي اعلمني انا جالس مكانك على ما انت يعني جالس يعني ما تحرر اي حاجه ما بعد جالس في المجمع ما لمسه يا اخي قد مشروع قد اي حاجه في راسك مشروع اي مثلا اي مشروع في راسك اي مؤتمر وطني اسمه اجي له عند القايد واقدم مشروع يعني مثلا اطيه نشتري دبابة ما ينفع تعرف معك خلاص جواكت تقريبا مدارس موجودة قنابل موجود ولا موجود لا لا شوف مشروع سوي سواري مسكوت مشروع سواري انا هقول لك حاجة كبيرة شوف مشروع يعني بالحاجة التمر يلف ويفتح ما مش في راسي ولا مشروع اسكت اليد انا اشتغل حاجه قبل هذا اقول لك كيف حتعمل انت انت ما تدخل على الاقل شيء قدم المشروع كم حتقدمه؟ طب خذ قدم لها عند هذا المشروع يعني هذا السلام عليكم عم لقيت هذا المكان كيف يقدمون هم يقدمون؟ انت الشيء فلوس في سبعه في قبلها قدم المشروع تمام طيب تخيل الان انا الحين ما تحكمت عليك الان انت حكي لها عندي وريني كم عندك صار عندك قدم منه ايوه تمام عند القايد ايوه مثلا تمام مثلا ولا ما بشتاي من هذا الصوت صوت يعني هذا السلام عليكم في احترام في دقيقة يعني انا عارف المكتب حتى قاعد في مكتب في باب في سبير انا استعمله وين وين ده؟ تخيل تخيل ايوه طب على قابلي هاني الشيء اللي قاعد قايل وما قبلش معك خلاص ابعث لك انا بعد ما يجي الشيء بعد على منيو ولا خشب باع بحساب قيمه يلا تخيل هذا بعد هيكون يدوب هل قاعد يكون طويل ولا قصير تخيل خلاص يلا تخيل من بدل الباب يلا دحين صادق يلا تمام خلاص يلا انا اقدم مشروع يلا طبعا الله
كيف حالك يا بدر؟ والله الحمد لله. أنا من أين شنو؟ تفضل. هدى. مشروع يخدم الجبل. ما شاء الله. وبعدها قد درست من جميع النواحي. ما شاء الله بصراحة مشروع قوي. الحمد لله يعني بس بس التكاليف قليلة. 700,000. ما ينفعش. كم ما ينفعش؟ إذا حسبتها من جميع الجوانب. زيد صوت، زيد صوت. ليش؟ شي غلط. 7 مليون. ايش حكى هذا؟ نجمع عاد. أمثلة. ترى المشروع هذا الدرجة. تصير وتجيب مع المحاولات ويقعد. يبقى 6 مليون، انت معك عاد، المشروع 700,000. تعال صف ومشي معي. ما عيب ما شفتي. تبيع تصير انا اطلع على البيت. وانت تدفع على هذا ابو المليون. شو عليك؟ تدفع على هذا ابو المليون. هذا عملي. وانا بين اقول لك ما انتصرنا. لو كنت من هذا العين. انا داري ان انت حتقعد تفكر انا عند الجاي. تعال مشي مشي معي مشي. تعال تعال. طيب ما بعد. كيف انت معانا هذا المشروع جهزنا وتعبنا عليه وسحرنا مكنا هذا المشروع مقبل وشك انا ما اعطيه يا سلام مصر هذا مشروع ناجح هذا اسمه تيجي فعلا مشروع رهيب جدا هذا تعبنا عليه ما لقيت هذا من علي علي ما لقيت فعلا انا ايه هذا اللي تبغى ما يعني ما يعني يعني انك استحسرت بس
ضباطها وجنودها وأبناده معروفين انهم المضحين والمناضلين والصدق والامانه والنضال والشجاعه والابداع، وانت اعمالك هذا عم تشوفكم، ولذلك هي المده السابعه تعتبر راس حربة الجيش الوطني. راس حربة الجيش الوطني. وزينت زينت عملت المواقع والجبهات كلها، حتى في كل جبهه وفي كل مدرسة دم شهيد من المده السابعه. من عندك شهيد من عندك شهيد الجيش راس خطين ثانيه راس خطين. وما عاد يشوف جوه فين. خلاص. فالحين انا اقول لك نصيحه اخ انك تراجع ضميرك وتحمل المسؤوليات واشكالك. تحمل المسؤوليه وحافظ على المال العام وحافظ على اموال الدوله. ليش؟ اذا تحملت المسؤوليه علمني دوله وعن مصر وعلمني بلاد حرر الوطن من الميليشيات المختصبه. تمام؟ تمام كلام الله. اجل بالعراق يا سارق. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. البيان الخامس للمؤتمر السنوي الثاني للشعبة المالية برعاية معالي الأخ وزير الدفاع وفريق الركن محسن محمد الداعري وتحت شعار المال العام والحفاظ عليه، عقدت الشعبة المالية بالمنطقة العسكرية السابعة مؤتمرها الثاني برئاسة الأخ العقيد أحمد سالم محمد جابر رئيس الشعبة المالية رئيس المؤتمر، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 18 يناير 2023. وقد بذل القائمون على هذا المؤتمر جهود كبيرة يشكرون عليها، حيث تم تنفيذ 7 اجتماعات تحضيرية والقيام بالكثير من الإجراءات التي تكررت للنجاح بمشاركة وتعاون الجميع. وقد بلغ عدد أعضاء اللجنة التحضيرية 8 أعضاء، بينما بلغ عدد أعضاء المؤتمر 44 عضوا، منهم 14 عضوا من الشعبة المالية يشكلون نسبة 32% من الأعضاء و19 عضوا من الأركانات المالية في الوحدات يمثلون 43% من الأعضاء، بالإضافة إلى 11 عضوا مشاركين من المختصين في الدائرة المالية بنسبة 25% من الأعضاء فيما حضر. وبلغ عدد القادة والأخوة الضيوف في جلسات الحفل الختامي للمؤتمر ما يقارب 100 ضيفا من القادة والضيوف. تم البدء في مناقشة جدول أعمال المؤتمر حول المحاور الرئيسية المتمثلة بالآتي: 1 الرواتب، 2 التضمين المالي، 3 الإخلاءات المالية، 4 مشكلة الحشد. بدأ الأخ رئيس المؤتمر بإدارة النقاش وذلك حول موضوع الرواتب، حيث استمع المؤتمر إلى تقرير مختصر من الأخ مدير إدارة الرواتب في الشعبة المالية الذي أشار في تقريره إلى أبرز الصعوبات والمعوقات في مجال الرواتب وفي ذلك المشاكل الخاصة بالحركة وتنفيذ البلاغات. وعقب ذلك استمع الحاضرون إلى الردود والإيضاحات من الأعضاء الممثلين عن الدائرة المالية. وفي هذا الإطار أيضاً استمع المؤتمر إلى الملاحظات والاستفسارات المقدمة من بعض الأركانات المالية في المنطقة حول أبرز المشاكل والصعوبات التي تعاني منها وحدات المنطقة بخصوص المرتبات والمشاكل الخاصة بالتنقلات والتضمين، بالإضافة إلى تأخير الوقوعات والإحداثيات، كما تم مناقشة موضوع خصم المليونيات من قبل الدائرة المالية وما يترتب على ذلك من أعباء كبيرة على الوحدات في ظل غياب النفقات التشغيلية. وفيما يتعلق ببند الميزانية والإخلاءات استمع الحاضرون إلى تقرير تفصيلي من مدير إدارة المراجعة بالشعبة المالية أشار فيه إلى غياب المعايير التي يستند عليها في مراجعة الإخلاءات المالية، كما تم الاستماع إلى تقارير وكلمات موجزة عن النفقات المالية والمصاريف اليومية للمبادرين. وبعد الردود والإجابات من المختصين في الدائرة المالية استمع المؤتمر إلى بعض المداخلات والتعقيبات حول نفقات القات والإخلاءات الخاصة بها، كما تم مناقشة موضوع الأتمتة وتوحيد النظام المحاسبي والاستماع إلى ملاحظات ومقترحات بعض أركانات المالية في هذا الخصوص. لقد جرى خلال جلسات هذا المؤتمر إلقاء العديد من الكلمات والتقارير وأجراء نقاشات وحوارات مستفيضة حول المشاكل والصعوبات التي تواجه العمل المالي في المنطقة، والاستماع إلى الآراء والمقترحات من جميع
المشاركين حرصا على تحقيق اهداف المؤتمر في ترشيد المال العام والحفاظ عليه وتفعيل العمل المؤسسي بالمنطقة. وينعقد هذا المؤتمر بعد مرور سنة كاملة على انعقاد المؤتمر السنوي الأول، والذي كان له دورا كبيرا في تطوير الإدارة المالية وساهم في حل أغلب المشكلات والمعضلات التي تواجه الشعبة المالية وأركانتها في الوحدات والكتائب المستقلة. وبذلك فإن المؤتمر السنوي الثاني سيمثل إضافة نوعية جديدة في مسيرة العمل التنظيمي والإداري لقيادة المنطقة، وخصوصا في مجال الإدارة المالية. كما أن الأفكار والطروحات التي تقدم بها بعض الحضور كانت كلها موفقة ومسؤولة، وراقت الحرص من الجميع على أهمية حل المعضلات المالية وترشيد النفقات بما يضمن تلبية احتياجات المقاتلين في الجبهات ورفع الكفاءة والجاهزية القتالية. كما أكد المشاركون والحضور على أهمية تفعيل العمل المؤسسي وتوحيد الأنظمة المالية والمحاسبية مع مراعاة التنسيق والتعاون بين الشعبة المالية وأركاناتها في الوحدات مع الدائرة المالية، فضلاً عن التنسيق الكامل مع شعبة القوى البشرية بالمنطقة وهيئة القوى البشرية، بما يؤدي إلى تكامل العمل الإداري وحل المعضلات التي تواجه المنطقة. ويؤكد المشاركون في المؤتمر إلى خيار المضي قدماً نحو تطوير العمل المالي والمحاسبي والوقوف على نتائج تقييم الأداء في الفترات السابقة وما اعتراها من قصور للحد من الأخطاء وضبط الأداء المالي. كما يجمع المشاركون في المؤتمر على أن مشكلة شحة أو غياب النفقات التشغيلية لم تقف عائقاً أمام ترشيد النفقات وضبط الإخلاءات المالية. وإذا ما تقدم وبعد الانتهاء من جلسات العمل والفعاليات المصاحبة لها في هذا المؤتمر، فلا يسع المؤتمرون إلا أن يتوجهوا بكلمات الشكر والثناء التقدير لكل من ساهم في إنجاز هذا المؤتمر، وعلى رأسهم معالي الأخ وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري على اهتمامه الكبير بهذه المؤتمر. كما يقدم المؤتمر الشكر الجزيل والعرفان والامتنان إلى معالي الأخ الفريق الركن الدكتور صغير حمود بن عزيز رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الذي أبدى الاهتمام والمتابعة لهذا المؤتمر وحرصه الكبير على تنظيم مثل هذه الفعاليات العلمية في سبيل تطوير وتحديث الجيش الوطني. كما يثمن المؤتمر المواقف الكبيرة للأخ اللواء الركن محمد سالم المنتصر قائد المنطقة العسكرية السابعة على اهتمامه ومتابعته وجهوده الداعمة التي ساهمت في إنجاح المؤتمر. كما يشيد المؤتمرون بالجهود الكبيرة والمخلصة للأخ العميد الركن مرضي ضرمان رئيس أركان المنطقة الذي شرفنا بحضور معظم الفعاليات لهذا المؤتمر. ولا يفوت المؤتمر الإشادة بالجهود الكبيرة التي بذلت وتبذل من قبل اللواء الركن علي القباطي مدير الدائرة المالية، وحرصهم الشديد على تطوير العمل الإداري وتفعيل العمل المؤسسي، والشكر أيضا لكافة منتسبي الدائرة المالية من قادة وضباط وصف وأفراد. كما يعرف المؤتمر عن شكره للأخوة الرؤساء وأعضاء اللجنة المسؤولة عن تنظيم المؤتمر والمتمثلة باللجنة التحضيرية ولجنة الخدمات ولجنة الأمن ولجنة الاستقبال ولجنة الإعلامية، ويثمن المستوى الرفيع من الإعداد والتنظيم والجهد المتميز في توفير أفضل الأجواء لعمل هذا المؤتمر. ويشيد المؤتمر ويقدر عاليا مسألة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في المعركة ضد الميليشيات الإنقلابية الإرهابية، ويترحم على أرواح الشهداء الذي قضوا في درب من سبقهم في سبيل الدفاع عن الدين والذود عن حياض الوطن ومكتسباته. مقررات وتوصيات المؤتمر: تأسيساً على ما تقدم واستناداً إلى ما تم مناقشته في جلسات العمل، فإن المؤتمر قد توصل إلى المقررات والتوصيات التالية: 1- يوجه المؤتمر بتنفيذ ما جاء من توجيهات في كلمة معالي الأخ وزير الدفاع. 2- يوجه المؤتمر بتنفيذ ما جاء من توجيهات في كلمة معالي الأخ رئيس هيئة الأركان العامة. 3- يوصي المؤتمر بضرورة الارتقاء بمستوى الأداء المالي وضبط التقارير الإنجاز الشهرية حيث تتضمن كافة التفاصيل مع رفعها في المواعيد المحددة. 4- العمل على جلب الأصول في جميع الوحدات الرئيسية والفرعية للمنطقة والقيام بتحسيبها وتعهيدها بالتعاون مع الشعوب المختصة، وذلك خلال موعد أقصاه نهاية شهر فبراير. وسيتم الرفع بتوصية للأخ قائد المنطقة لعقد اجتماع مع قادة الوحدات والأستار
تعليمات خاصة بذلك بما يضمن التعاون مع أركان المالية في تنفيذ هذه المهمة. قيام الشعبة المالية بتثبيت العلاوات الشهرية لأركان المالية لديها في إطار تفعيل العمل المؤسسي وتربط تلك العلاوات بتقارير الإداء والإنجازات. 6- إنشاء مكاتب ومقرات ثابتة لأركان المالية في وحدات المنطقة ورفدها بالكوادر البشرية بما لا يقل عن 3 إداريين، وذلك في غضون فترة لا تتعدى نهاية شهر مارس 2023، وتتولى الشعبة المالية عملية النزول الميداني للتأكد من تنفيذ تلك التأكد من التنفيذ. يلتزم جميع أركانات المالية بتجهيز الخطة السنوية لعام 2023 في نهاية شهر يناير 2023 ورفعها إلى الشعبة المالية. 8- توحيد السندات المالية من خلال النماذج الرسمية التي وضعت من قبل الشعبة المالية، ولم يقبل أي إخلاءات بسندات مغايرة لها بدءا من شهر فبراير 2023. 9- استكمال الإخلاءات المالية من قبل الأركانات التي تأخروا في رفعها للشعبة. 10- يوصي المؤتمر بضرورة التمام لضبط القوى البشرية بما يضمن تسهيل عملية الصرف وإيصال الحقوق المالية لمستحقيها، وذلك بالتنسيق مع شعبة القوى البشرية في المنطقة. 13- التنسيق مع الدائرة المالية لاستلام الحركة المالية قبل وصول الراتب بفترة كافية لضبطها والاستعداد لعملية الصرف. 12- رفع توصية لهيئة القوى البشرية والمستوى الأعلى من أجل حل مشكلة الحشد المتعلقة بالتنظيم والتعزيز المالي وتنفيذ البلاغات في أسرع وقت. التنسيق مع هيئة القوى البشرية لتسهيل عملية متابعة البلاغات. عمل ورشة عمل بالتعاون مع الدائرة المالية لتحديد معايير إخلاءات القات بما يتناسب مع الواقع الراهن. 15- العمل على استبدال مصطلح نفقات القات إلى صرفها اليومية، باعتبار أن ذلك المصطلح لم يدخل من بنود ميزانية وزارة الدفاع المعتمدة لدى وزارة المالية. مخاطبة المستوى الأعلى بضبط النفقات التشغيلية وصرفها في وقتها المحدد بما يضمن رفع الجاهزية القتالية والفنية للوحدات. 17- تفعيل الرقابة المالية باعتبارها الأداة الرئيسية لضبط الإنفاق وتوجيه الاستغلال المال العام على أفضل وجه. العمل على استخدام تقنية ونظم المعلومات الحديثة لتطوير وضبط الأداء المحاسبي والمالي وزيادة الكفاءة والفعالة. يوصي المؤتمر المستوى الأعلى بمخاطبة مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة مجلس الوزراء لزيادة مرتبات منتسبي الجيش الوطني لمختلف الرتب لا سيما رواتب الجنود بما يضمن تأمين الحياة الكريمة للمقاتلين. يوصي المؤتمر الجهات المعنية بإيجاد معالجات حقيقية للمقاتلين والشهداء والجرحى الذين ما زالوا بدون تعزيز مالي حتى الآن. توحيد قواعد البيانات لدى هيئة القوى البشرية والدائرة المالية وتصحيح كافة الاختلالات والتسويات للمقاتلين وغيرهم. نشر وتعميق مفهوم الحرص والمحافظة على كافة العهد العسكرية لما لذلك من أثر في توفير النفقات المالية المترتبة على الصيانة والاستعراض. الاهتمام بالتدريب وتأهيل العاملين في المجال المالي، وذلك لتطوير وتحسين مهاراتهم في تنفيذ المهام المناطة بهم. تفعيل دور التوجيه المعنوي بالتوعية حول تنشيط النفقات المالية وتنمية الوازع الديني. الارتقاء بمستوى الأداء الإداري تخطيطاً وتنفيذاً ومتابعةً وتطويراً نظماً وآليات التواصل وتدفق المعلومات رأسياً وأفقاً. والله الموفق صادر في مارب يوم الأربعاء 18 يناير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعاً بالنسبة للتكريم جميع احنا يعني جميع منتسبية المالية أركانات الشعب أركانات الوحدات الفرعية أركانات الوحدات الرئيسية موظفي الشعب المالية جميعهم تم إعداد شهادة شكر وتقدير لهم، ولكن في هذه اللحظات سنتسنى لتكريم ضيوفنا وتكريم بعض المبرزين والجميع ستصلها الشهادات. نبدأ بالتكريم ومع درع الوفاء لمعالي وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري.
ثم نكرم لمن كان له الجهد الجبار في نجاح عملنا المالي خلال سنة 22 معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير العزيز. ثم نكرم من كان له الجهد الكبير في نجاحنا في هذا اليوم وفي جميع الأعمال معالي قائد المنطقة العسكرية السابعة الفندق محمد رسام القائد. كذلك نكرم من كان له المتابعة والتوصيات رغم أنه في عدن ولكن دائما التوصيات مدير الدائرة المالية اللواء الركن علي القباطي. نتقدم بالتكريم لمساعد مدير الدائرة المالية العميد عبد الغني شرف. نكرم الآن مساعد القائد المنطقة العسكرية السابعة العميد مسعود صالح عطشان فليتفضل. نكرم مساعد القائد للشؤون اللوجستية العميد محمد الحشيبري فليتفضل. نكرم مساعد القائد للشؤون المالية والإدارية ورئيس الشعبة المالية سابقا فندم شاطر التوقيف العميد. من؟ موجود. نبدأ بتكريم رؤساء الشعب ذات الاختصاص في الجانب المالي، يعني الذي بالمختصر احنا مالي اللي الدولة نازلت اللي خسروا ناشمة يعذرونا. نبدأ بتكريم العقيد عايش مسعد العلي رئيس شعبة القوى البشرية من الغرب. رئيس الشعبة الفنية العقيد أحمد علي البخيتي فليتفضل. هذا نكرمه بالسلم النائب، نائبا موجود. رئيس شعبة التدريب العقيد وليد ناصر الإدريسي تفضل نائبا. يتفضل لمنصة التكريم رئيس شعبة التسليح العقيد حسين قايد فليتفضل. ليش لا نصايعين الجاري بدون شعب هيبه.
منصة التكريم رئيس شعبة الاستخبارات العقيد عبد الرحمن النحيم، فليتفضل. بعد هؤلاء الشعبة المالية الشعبة المالية يتفضل رئيس شعبة الإمداد العقيد محمد محسن أو نائبه، تفضل. يتفضل رئيس شعبة الرواتب بالدائرة المالية العميد عباس الحكمي أو من يلومك. رئيس شعبة المراجعة العقيد خالد الحمادي أو من يلومك. عبد الله جعبان أنت بدله. يتفضل رئيس شعبة النفقات العقيد فؤاد الحاتمي. يتفضل رئيس شعبة المعلومات بالدائرة المالية العقيد حمزة الحسن. يتفضل رئيس شعبة الميزانية بالدائرة المالية العقيد علي راجح نسر، فليتفضل. نائب رئيس شعبة الميزانية العقيد فايز البعومي، فليتفضل. اللي بعد يلا. رئيس شعبة التأمين العقيد فرج يحيى العرمزة. رئيس أو مدير التمامات والبريد العقيد عبد الله عيدروس الدائرة المالية. نائب رئيس السلام بدل عبد الله. اي واحد مش موجود من الدائرة عليك يا عبد الله جعفر. نائب رئيس شعبة الرواتب المقدم عبد السلام اليازلي. مدير الخزينة العسكرية في الدائرة المالية الرائد عبد الرحمن البريي. مدير إدارة الصكوك في الدائرة المالية الرائد عبد الرؤوف علي قاسم. نائب رئيس شعبة الميزانية مروان الحرازي. نائب رئيس شعبة المراجعة الرائد زيد القاسمي. نائب رئيس شعبة المراجعة الرائد إبراهيم محمد الدبع. مختص رواتب المنطقة، هذا من الأشخاص المهمين.
بالنسبة للسابعة مختص رواتب المنطقة الرائد عزيز محمد قحطان، تفضل. موجود عزيز. نائب رئيس شعبة النفقات الرائد أحمد محمد قرموس. مختص مراجعة، مختص في شعبة المراجعة، مختص المنطقة العسكرية السابعة في الدائرة المالية الرائد حسن علي مداعس. الإدارة العليا للشعبة المالية، العليا للشعبة المالية يا فندم بس. العقيد مازن الخدري نائب أول رئيس الشعبة المالية. العقيد محمد صالح العزكي نائب ثاني رئيس الشعبة المالية. العقيد فراس علي سعيد فراس مدير مكتب رئيس الشعبة. طبعا من أهم أعمال العقيد فراس أنه إذا تأخر أمر هو يتولى بالنصيحة والكذا. العقيد محمد علي صالح أبو عسير مدير إدارة الرواتب. الركن المالي لقيادة المنطقة العسكرية السابعة المقدم شداد عبد الله جبران. قلب المنطقة العسكرية السابعة وقلب الشعبة المالية مدير السكرتارية والمعلومات الرائد عباس السياري. مسؤول ومدير إدارة الميزانية الرائد علي سعد الفقيه. مبهرر حتى بالصورة مبهرر. مدير إدارة المراجعة وصاحب اللمسات الرائعة في النظام والمحاسبة الرائد المحاسب عبد الكريم عصام. مدير إدارة المشتريات الرجل الفاعل والدينامو المتحرك الذي لا يهدأ ولا ينام الرائد علي طرموش. مدير إدارة النفقات العقلية الرائعة والمخططة الاستراتيجي النقيب هادي علي هادي.
مدير إدارة الخزينة وأمين الأمناء داخل الشعبة المالية النقيب محمد سعد الخلقي. أما من نريد أن نكرمه الآن فهو وجه السابعة في الدائرة المالية، وجه الدائرة المالية في السابعة، والرجل الفاعل الخدوم الرائع الرائد مدير إدارة المتابعة عبد الله جعبان. نكرم مدير إدارة المخازن الأب للشعبة المالية الملازم سالم الوصابي، تفضل. وبهذا المناسبة يتم تقديم الأفضل للشعوب المالية على الجهود المبذولة في هذا الوقت الفترة. تكريم الشعبة المالية لرئيس الشعبة، رئيس الشعبة أحمد سالم الجابري. الأخ الرائد المقدم عبد الله حسن الحنينة مالية اللواء 205. طبعا بعد تقييم، طبعا جلسات تقييم مع الشعبة، طبعا جميع أركانات المالية في الوحدات وفي الشعب وفي الوحدات الفرعية حقيقة صادقين مخلصين واجتهدوا كثيرا، لكن أربعة برزوا في التقييمات، أربعة برزوا في تقاريرهم في خططهم، أربعة برزوا. في الأول الذي كرم صاحب 205 الأخ عبد الله حنينة، وبعده الركن مالية اللواء 72 نبيل هميس، فليتفضل. كذلك قارئ البيان الفصيح والأخ الفاعل والركن المالية الفاعل ركن مالية اللواء 310 الرئيس سلمان ضنين. كذلك من الوحدات الفرعية أختير بتميزه ولعمله الدؤوب الركن مالية كتيبة الاحتياط الرائد أسامة شيخان الدبعي. وبقية الأركانات تم اختيار شهادة تقدير وشكر لجهودهم العقيد الركن عبد الفتاح المقالح اللواء 314، فليتفضل. العقيد عبد الجبار الجرادي ركن مالية اللواء 81، يتفضل. العقيد علي ناصر مهدي السناحي مالية قيادة محور دمار، فليتفضل. تحية له، تحية. أكبر الأركانات المالية سنا وأكثرهم همة المقدم عبد القوي قحطان مالية اللواء 133. خلاص يا خدم عبد العزيز تقاعد.
تقاعد. ركن مالية الأخ المبدع، ركن مالية اللواء 121 الرائد فيصل الأخرم، تفضل. ركن كذلك ركن مالية اللواء الأول مشاة جبلية الرائد عرفات الأسد. كذلك ركن مالية لواء الحسم الرائد صادق سيف الحيدري، تفضل. كذلك ركن مالية اللواء 141 الرائد محفوظ صايل، فليتفضل. كذلك الركن المتميز، لا طبعا يعني كل ركن له ميزة، هذا الركن ركن اللواء 155 مدفعية صاحب العيون الزرق والركن الرائع الرائد عفيف الكحلاني، فتفضل. الأزرق حقنا، هذا الأزرق حقنا. من الأركان الذي برزوا في هذه الفترة متابعة جيدة وأداء جيد الرائد مصطفى الحصيصي ركن مالية اللواء 117، فليتفضل. كذلك ركن مالية شرطة صنعاء الرائد رشيد الحسام، فليتفضل. تحية للأخ رشيد. كذلك ركن مالية لواء حفظ السلام المبدع والرائد جرادي زربة، فليتفضل. كذلك ركن مالية الأول مدفعية النقيب المتميز أنور الدحومة، فليتفضل. تحية للأول مدفعية. ركن مالية اللواء العملاق لواء العمالقة 29 ميكا النقيب سعد الطوقي، فليتفضل. ركن مالية اللواء 125 الملازم هيثم العامري، فليتفضل. ركن مالية اللواء 139 الرائد علي القديمي، فليتفضل. ركن طبعا اللواء السابع له محبة في قلوبنا فندم أحمد هملان، والآن نكرم ركن مالية اللواء جبر الجابري، فليتفضل. كذلك ركن مالية كتيبة الصمود النقيب هايل سعيد سحلول، فليتفضل. هايل في الأخير في آخر هذا الحفل وهذا المؤتمر الذي استمر لمدة تقريبا 12 يوم، نشكر الحاضرين جميعا وندعو بالتوفيق للجميع، ونختتم هذا المؤتمر بعد إذن القائد بالسلام الوطني. Yeah.
وحدتي يا نشيد الراي عني الباب نفسي أنت عهد عالق في كل كلمة رايتي رايتي يا نسيج حكته بكل شمس أخرتي خفيقة في كل كلمة أمتي من نحين البأس يا مصدر بأسي وانظريني لك يا مكرم أمك عشت إيماني وحبي أممية ومسيري فوق دربي شعبية وسيبقى نبض قلبي يا منية لن ترى الدنيا على نشكر القائمين بهذا المؤتمر والذي أعدتوه ونفذوه وشاركوا من خلاله. الشكر موصول لمعالي الأخ وزير الدفاع، وكذلك الشكر موصول لرئيس هيئة الأركان العامة لمشاركتهم الفعالة في هذا المؤتمر وأعضائهم الأولوية في هذا المؤتمر، فنشكرهم شكرا كثيرا. نشكر الأخوة قادة الوحدات، نشكر الأخ مدير الدائرة ومساعده، نشكر الأخ مدير دائرة المشتروات. الكل الشكر موصول للجميع، نشكرهم على مشاركتهم الفعالة في هذا المؤتمر النموذجي الذي يهدف إلى تصحيح الاختلالات والأخطاء في جميع النواحي الإدارية المالية وغيرها. المؤمل في هذا المؤتمر أن ينعكس على وحدات المنطقة العسكرية جميعاً مالياً وفنياً وتسليحاً بضبط الإخلاءات المالية، وكذلك بالحفاظ على المال العام والأمانة، وكذلك لابد أن يكون هناك كادر متميز. ونشعر من خلال هذا المؤتمر بأن هناك نموذجاً في هذا المنطقة السابعة بجميع شعبها وجميع إداراتها. نشكرهم جميعاً. أولاً نشكر الشعب المالية في المنطقة السابعة على التميز والنجاح في هذا المؤتمر، كذلك نشكر قيادة المنطقة. طبعاً رداً على سؤالك، بينعكس إن شاء الله هذا المؤتمر على أداء المنطقة السابعة وخاصة بالجانب المالي إلى تجاوز السلبيات التي حدثت والإبداع إن شاء الله في السنة 23، وطبعاً بتكون إن شاء الله دافع لكل أركان المنطقة على التميز. وحقيقة كان المؤتمر السنوي الثاني في الحفل الختامي مؤتمر فاعل بالحضور بالمشاركة بالنقاش بالورشات التي تمت فيه، سواء بحضور أركانات المالية للوحدات أو بحضور موظفي الشعب المالية أو بحضور موظفي وقيادة الدائرة المالية بوزارة الدفاع. المؤتمر ركز على عدة محاور. المحور الأول ركز على ترشيد المال العام والعمل على أن يكون المال العام ينفق وفق يعني أسس ووفق معايير إدارية ومالية صحيحة. ثم ركز المؤتمر على العلاقة ما بين الشعب المالية والدائرة المالية في وزارة الدفاع والمستوى الأعلى من تنسيق وشفافية ووضوح. ثم ركز المؤتمر على الأتمتة وتفعيل أنظمة المالية المحاسبية والعمل بها. والحمد لله نحن نختم اليوم المؤتمر بهذا الحفل الختامي والتكريمي، ولا يسعني في هذا المؤتمر المبارك إلا أن نشكر من رعى واهتم بهذا المؤتمر، وعلى رأسهم معالي وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، ومعالي رئيس هيئة الأركان الفريق الركن صغير بن عزيز، وقائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن محمد رسام، ومدير الدائرة المالية اللواء الركن علي حسن القباطي، ومساعده العميد عبد الغني الشرعبي، وجميع طاقم قيادة المنطقة العسكرية السابعة ورؤساء شعبها وقادة وحدائها وموظفي الشعبة وأركانات الوحدات. الشكر للجميع موصول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.